مقال غاية في الأهمية يا جماعة، ومقال إيجابي جدا، يعني بيشرح لنا وبيدينا روشتة قوية جدا، مش بس في مصر ولكن للمنطقة العربية والعالم العربي. فكرة، اقتراح، عايز تسميه فكرة سميه، عايز تسميه اقتراح سميه، عايز تسميه واجب عملي لابد أن ينفذ الآن أو أن يقرأ بدقة وعناية ثم يتم تنفيذه بخطوات إيجابية، يا ريت. ايه بقى، ايه المقال وايه القصة وايه الحكاية وايه الرواية؟ هبدأ معاك النهاردة من حيث كتب الدكتور ايمن نور. هي عبارة عن رسالة. دكتور ايمن بقاله فترة بيرسل رسائل غاية في الاهمية، والله يا جماعة لو تم النظر اليها بدقة وعناية ممكن تغير في المشهد حاجات كتير جدا، حاجات كتير. طيب، رسالة عاجلة من الدكتور ايمن نور الى اشخاص بعينهم، الى المرزوقي وبري وحمد بن خليفة وعمرو موسى. الدكتور ايمن نور بيدعو في هذه الرسالة، يا ريت يا جماعة لو رسالة معانا كده عشان نقراها. يدعو في هذه الرسالة الى تعزيز دور الدبلوماسية الشعبية كوسيلة لتحقيق التغيير الحقيقي في ظل فشل الدبلوماسية الرسمية في معالجة الازمات الكبرى. طيب انا ابص هنا عشان اقرا، فمعلش طولنا هنا. ايوه، فبيقول ايه بقى الدكتور ايمن نور؟ حين يعجز الصوت الرسمي عن احداث التغيير الحقيقي في المشهد الاليم، خاصه في لحظات الصراعات الكبرى، ياتي دور هام لما يعرف بمسمى الدبلوماسيه الشعبيه، تلك الدبلوماسيه التي تنبع من ضمير الشعوب ومن نبضها وهمومها وطموحاتها، وتتحمل مسؤولية طرح الحلول الحقيقية والجذرية لأزمات مزمنة ومستمرة كالنار في الهشيم، كنار في هشيم منطقتنا. طيب، بيتكلم الدكتور أيمن نور باختصار شديد يا جماعة لأن المقال طويل ومهم جدا. بيقول إيه؟ يا جماعة لابد من تشكيل وفد عربي، وفد عربي. هذا الوفد يضم قادة سابقين وناشطين بارزين. ليه؟ من أجل توجيه الجهود نحو حل القضايا العربية الملحة، وعلى رأس هذه القضايا بالتأكيد القضية الفلسطينية، ومعها أيضا الأزمات في السودان ولبنان. ويرى الدكتور أيمن نور أن هذا الوفد يمكن أن يقدم حلولا جذرية ويعمل على وقف الاقتتال في السودان. طيب، عشان نطور الموضوع ونخش بيه في إطار إيجابي وعملي، يدعو أيضا إلى اجتماع عاجل وسريع تحت مظلة البرلمان اللبناني لتوحيد الرؤى حول القضايا المغيبة، ويؤكد أن الدبلوماسية الشعبية ليست بديلا، مش بديل عن الدبلوماسية الرسمية. أمال إيه؟ قال لك بل داعمة للدبلوماسية الرسمية، ويشدد على أهمية التعبير عن الإرادة الشعبية، الإرادة الشعبية الغائبة يا جماعة. لابد أن يكون هناك إطار وطريق شرعي لهذه الإرادة الشعبية. تصل إزاي في غياب البرلمانات الحقيقية التي تعبر عن الشعب؟ لابد من وجود إطار لهذه الإرادة الشعبية حتى يتم إيصالها ولتحقيق مطالب الشعوب العربية. في ختام هذا المقال الطويل وتلك الرسالة المهمة والتي وجهت إلى أشخاص بعينهم، أشخاص يعني كبار القامة والمقام، يتكلم ويقول، يناشد القيادات العربية للتحرك بسرعة من أجل تحقيق العدالة والسلام وحقوق الشعب في التحرر. عزيزي المشاهد، عزيزة المشاهدة، طبعا مقال مهم جدا، وفي الحقيقة يعني مبادرة متميزة، وأعتقد أن المفروض عدد من اللي أسماءهم مذكورة في هذا المقال يتفاعلوا مع هذه الفكرة بشكل عملي، وأتمنى أنه نشوف هذه المبادرة على أرض الواقع، وبالتأكيد نشوف نجاح في هذا الملف.